موجز السادسة صباحا من اون لايف، اهلا بكم. قام الرئيس السيسي مساء امس بزيارة مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، وكان في استقباله رئيس المجلس جيرار لارشي، وقد عقد جلسة مباحثات موسعة تم خلالها استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما تم التباحث حول الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. أعلن رئيس الوزراء العراقي انطلاق عملية عسكرية لاستعادة مدينتي راوة والقائم من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. ومن جانبه أكد الجيش العراقي أن العملية العسكرية انطلقت من ثلاثة محاور وتهدف إلى طرد داعش منها والسيطرة على الشريط الحدودي مع سوريا. عممت بريطانيا مشروع قرار للأمم المتحدة يدين العنف الذي اضطر أكثر من 600 ألف من مسلمي الروهينجا إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش. ويطالب مشروع القرار حكومة ميانمار بالوقف الفوري لعمليات الجيش في ولاية راخين، كما يرحب بالتزام ميانمار العام بقبول عودة جميع النازحين واللاجئين، ويطالب الحكومة بالتعاون مع بنغلاديش والأمم المتحدة لتسريع عودتهم الطوعية. على رأس الساعة القادمة موعدنا.